يعني السائل عادة ينبغي أن يسأل السؤال الذي يستفيد منه هو في حياته وفي دينه. أما السؤال الذي لا يفيده في حياته ولا في دينه فلا أحد أن يسأل عنه. مثل من يسأل يقول هل يوجد حياة على كوكب المريخ؟ أنت ماذا تسأل هذا السؤال؟ هل القذافي يجوز الخروج عليه أم لا؟ أنت ما تخرج به القذافي؟ هل ما فعله تونس برئيسهم صحيح أم ليس صحيح؟ أنت ليس لك شغل بهذا. أنت اسأل عما ينفعك أنت، ينفعك في دينك، ينفعك في دنياك، يتعلق ببلدك، بحكومتك، بالتعامل مع الناس. هذه الأشياء المتعلقة بالثروات وما يتعلق بها الكلام عليها طويل، وتأصيلها من ناحية الشرع سواء أبيحت أو لم تبح يعني يتعلق به مباحث كثيرة ينبغي أن نتكلم عنها، وأسأل الله أن يسدد جميع الأحوال. การตั้งคำถามเนี่ยผู้ถามควรจะต้องถามสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวของเขาเองกับชีวิตของเขาสมมติว่าเราจะไปตั้งคำถามว่าดาวอังคารได้มีชีวิตอยู่ได้ไหมมันคงไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นหรือจะถามว่าคอซาฟี่เนี่ยเราจะไปปฏิวัติมันเกี่ยวอะไรกับเราควรตั้งคำถามที่มันเกี่ยวข้องเราสามารถจะเอามาใช้ในชีวิตของเราได้ในประเทศของเราได้ในชุมชนของเราได้ในสังคมของเราได้นี่คือสิ่งที่ท่านนักศึกษาพวกเราครับว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคำถามที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัว